الموقف الفلسطيني يتخذ حسب المصالح الفلسطينية. الآن المعلن هو أن القيادة الفلسطينية ستتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، وهي أيضا ستتعاطى إيجابيا مع المبادرة الفرنسية التي هي في الواقع مبادرة أوروبية فيها أطراف دولية لاستعادة مفاوضات على أسس واضحة، نحن أعلننا الموافقة عليها. ماذا بالنسبة إلى التحركات أو الدعوات التي أطلقت اليوم لتحركات شعبية مثلا في الضفة الغربية؟ هل يعني ما مدى جدية هذه الدعوات أصلا؟